هاي ايفريوان، اليوم راح اقص شعري بطريقه بدي يكون طوله كيف. شايفين هذا الشعر يا جماعه؟ ابا هنا طوله، بس هذا كله يروح اللي تحت لانه خلاص ميت. قص الشعر ينشط الشعر او يخليه احسن افضل واصح شكله، وشكله يطلع اكثر، عارفين؟ سو اليوم قررت أقصه. راح أمشط شعري تحت هيك، راح أربطه بس بفكرة ومضاتية تحت. اوكي سو حشده انا بشكل مستقيم، يعني راسي مستقيم. اوكي انا جالسة طول في المراية، انتوا طولوا في شعري الى المستوى اللي انا ابغى اقصه. مجرد ما الشعر اوكي هذا هو بدأ طلع، اوكي انا اوقف. alright سو هذا هو الجزء اللي راح يروح، وانا حقص من هنا مش من تحت، من هنا. كذا راح اشوف كيف من ورا، لا يحتاج عملية تسوية. And صعب الواحد يقص ويشوف في المراية ويصور. انا يوش انا لازم اروح كذا شوية عشان يروح الشعر على المغسلة. Sorry about that. العملية كلها بس تعديل، وبعدين أعمل. أنا أحب شوية يكون شوية مدرج شوية، فحرفع حرفع شعري كده، عارفين؟ ما حيكون تحت على الآخر، حرفع كده. أوكي وأسحب على ورا وتقصوا كده يا بنات، شوفوا بالطول مش بالعرض. اعتقد انا بحروح اعمل لكم شوية فير او الفه ليكم ارجع. alright give me a second I'll be right back. We'll be right back.
اوكي جايز، هذه هي القصة، اتمنى تكون عجبتكم. Please subscribe if you haven't yet and like the video, give it thumbs up, and ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. Bye bye.